تكمل موسم خلف غضب من بقية الفرق. معنا بالتليفون محمود الوداني رئيس اتحاد السجومي وأمين ميل جمعية أو ودادية رؤساء الأندية متاع الرابطات الجهوية، موجود معنا بالتليفون. محمود أهلا بك. اهلا وسهلا اخوي، الحمد لله. باهي محمود، ابارامون ديسيزيون كيما كنت نحكي ما عجبتكمش برشا، علاش سؤال مطروح؟ خويا اسلام، نحطوا الامور في اطارها. احنا كيما الرابطات كيما لي ديفيزيون كل، معناتها ديما نعملوا لي بريباراسيون تاعنا وعملنا لونجاجمون تاعنا وعملنا كل شيء وبدينا نحضر والناس الكل، معناتها حتى الرابطات لازمنا نعرفوا خذوا كام اخرى تلقى توا لي شان، معناتها يوتيوب وكذا، معناتها ريكروتمونات وكله، معناتها في حدود المعقول. دونك الناس حضرت وجانا معناتها لي 18 في بالي هكا افريل في بالنا باش نلعبوا، جانا تليفون نص الليل وقفت بالرغم خذينا لي باتش راهو نتاع الماتشوات وكذا واتفقنا باش نلعبوا معناتها اللي وروتور. من بعد ما صارش، تبدلت المعطيات باش نلعبوا هذايا يخص رابط تونس باش نلعبوا اربع ماتشوات اللي معناتها في تيرام وحايد، واللي عنده معناتها يقول نحن معناتها الاكسبلوا هو اللي باش يطلع، وفي رابطات اخرين معناتها نفس الوضعيه تقريبا. ما رانا كان معناتها ديرنييرمون في قناه نهار الاثنين اللي فات في قناه خاصه العضو الجامعي سي حامد المغربي اعلن معناتها قرر ومكتب الجامعي قال معناتها الغاء الرابطه الجهويه وصعود اللي صاحب المركز الثاني الموسم الفارق. يعني لهنا نعطيك مثال بسيط، رابطه صفاقس بدات وقت تلعبوا بالجمعه شكروا حاجه كيف هناك الجمعيه الحنشه هذيا ربحت الجمعيه اللي حطوها باش تطلع معناتها على اساس عامي وفيها اربيتراج موجوده وكذا، وحتى في الوقفه الاحتجاجيه وريناه دونك لهنا كيفاش نتعاملوا نحن. صدقني في اشكاليه كبيره، تو عملنا عريضه نتاع رفض للقرار هذا، معناتها نحن من حقنا باش نقولوا لا 58 57 جمعيه واليوم زاد جمعيه اخرى، معناتها نحن نطلبوا اعاده النظر في القرار هذا. واخر معناتها مره قابلنا نهار الخميس الرؤساء الكل هذيك في قدام الجامعه، السيد كاتب العام نتاع الجامعه قرر باش ينظموا ديرنييرمون مكتب جامعي باش نكونوا فيه حاضرين نحن على اساس اليوم باش نعرفوا وقت المكتب الجامعي، باش نكونوا ممثلين نحن بتسعه رؤساء جمعيات يمثلوا هذوما الجمعيات الممضين الكل، وبالطبيعه رؤساء الرابطات الجهويه كل رابطه واحد اللي هما بيدهم رافضين القرار وعاملين مشاريع نتاع تقسيم نتاع البطوله كيفاش باش تصير كي دونك. او مثلا نعطيك رابط تونس فما دي زيكزوم معناتها فما دي بروبوزيسيون باش يعملوا لنا كوم كوا كوب، فهمتني؟ كوم كوا كوب باش يطلع الاجدر لهنا. تجي تطلع فريق عمناول مثلا، نعطيك حاله نتاع السجون، انا عمناول مكمل في البول نتاعي الاولى مكمل ثالث معناتها 23 نقطه اللي طلعوا السكره والتضام، يعني في البول الاخرى جمعيه 23 نقطه اختاروها عمناول لعبت فراج ما طلعتش، اختاروها السنه باش تلعب كوب، هاي سكتنا بالرغم بعثنا تفسير اللي راهو من الاجدر نلعبوا ماتش ما بين بعضنا 90 دقيقه والاجدر يطلع خاطر نحن معناتها هذا هو الكره تلعب سيرتيرا تزيدوا ناس معناها هي باش تزيد تطلع وناس كاين عندها كواليس تلقاهم سيفاش فيسبوك وخبر ممتاز وخبر كذا معناتها تعرف قبل بجمعه من الامور هذي. يا اخي هكا الكره نحن تو نحن نعلموا في ولادنا وفي الليجان نتاعنا كيف يصير ريسبكت معناتها الاربيتر ريسبكت معناتها الهياكل ما نتكلموش ما كذا ونكوروا كره سيرتيرا من بعد شي نسمع كواليس ومفاجاه ساره وكذا. انا رئيس نادي، انا رئيس نادي نحمد ربي معناتها واحد قرا شويه وكذا متربي باش يسكت فما بالك انت منطقه كامله. انا نحكي لك اسلام خويا راهو تغلي المناطق الكل راه فما ناس حرقوا العجل، ماناش باش نحكي تهديد لكن هذا قرار مانيش عارف معناتها ان شاء الله هو تو ديجا راهو في وجدي قال راهو ماهوش اوفيسيال بار كونتر كي تجي وانت تشوف لوفيسيال وماهوش اوفيسيال تلقى السيد عضو مكتب جامعي ولا انا تقرص به شكرا معناتها قال راهو ايقاف الرابطات في قناه التلفزيون. معناها اللي فهمت منك محمود حامد المغربي ما عادش في حضور في التاسعه هو هكا اي في التاسعه آه قال سي خذوا ديسيزيون كي تكلموا الكاتب العام يقول لكم مازال ماهوش اوفيسيال هكا اي كي كلمنا الكاتب العام وقتها مشينا وقفنا غاديك وكذا وعملوا لنا البارير وقعدنا لبرا معناتها وكذا لا خبطه كبيره معناها لا خبطه كبيره صارت. ما وصلكم حد شيء كتابيا مازال؟ ما وصل حد شيء كتابيا وما نزل حد شيء على الصفحه الرسميه، لكن بار كونتر كي تجي تشوف عاود تتفرج في الفيديو 10 مرات باش تلقى الكلام وكان كونكريت.
تبقينا ان شاء الله يطلع الكلام معناتها سابق الاوان. حاولتوش تراسلوا مثلا الجامعه بالطرق القانونيه تطلبوا تفسير ولا حاجه؟ مشينا للجامعه وطلبنا بطور قانونيه وطلبنا باش نقابلوا، وجاء السيد الكاتب العام وكان وقتها اونترتون معناتها في فاكسيا مو في وزاره الداخليه نتاع لي ماتش هذوما نتاع حتى الشامبيونات، وخذوا قرار معناتها قالوا باش يقعدوا معنا مكتب جامعي يمثل في المكتب الجامعي برئاسة الدكتور وديع الجيري مع اليوم يقول لكم وقتاش القاعده ان شاء الله. اي اليوم نورمالمون يقولوا لنا انا من الصباح نطلبوا مازال ما فما شيء. انا واحد من طلبت الكاتب العام رجع لي ميساج معناتها جو ترابي فهمتني هذا هو، والناس قاعده تستنى نوريك تو حتى باج تاع الوداديه اللي ميساج اللي وصلوا معناتها كاتاستروفيك من البلايص الكل. نحكي لك راهو ديجا فما رابطات معناتها قالوا باش ينسحبوا اذا كان معناتها ما تتلعبش البطوله. هما بيتهم خاطر راهو يصير تاع خويا اسلام راهو الناس كي يوكيب معناتها لي بوست هذوما دو ديريكسيون كسوا في الجامعه والا في الرابطات اللي تتبعها راهم رؤساء جمعيات من قبل راهم. اكيد اكيد واضح. انت رئيس جمعيه تحضر وتصرف، انا واحد من الناس صارف فوق 30,000 دينار، هاي هاني تسمى مانيش صارف بارابور جمعيه كيما السيده 70,000 دينار. في شنو بالضبط؟ قبل ما يبدا الموسم. قبل في شنو عندك خويا لي فورنيسور، وعندك لي ديت نتاع عمناول نتاع لي شيك سون بروفيزيون هذوكم اللي تعداوا، معناتها نعيشوا في حاله وعندك لي سالير، انت مدرب راه يلزمو سالير. يخلصوا من لاعبيه فهمت؟ اه مدربين فهمتك. مدربين يخلصوا، فما ملاعبيه انت باش تحاول تحب تكون الكيب راه مش تجيبش كمل بطحه خويا. فما جوار تلقاه مثلا اكسبيريونس وكمل مثلا عندك برشا اسامي نحب اي تعطيه مونتون صغير اي يقول لك اعطيني ساعه معك ليسونس هو 32 ساعه كل عام في بلاصه باش تعطيه. فهمتك اي كانه مشاو في الهواء الفلوس هذوكم معناها. والله ان شاء الله ما يمشيوش في الهواء خاطر راه صدقني شيء اسف. واتصلنا بالوزاره على المنحه نتاعنا هذيك كل عام يصبوا لنا 10 و10. السيد المدير العام للرياضه مشكور سي مكرم شوشان يقول لك محمود ما جاتنيش الليسته من الجامعه الليسته نتاع ليكيبات. بار كونتر انا عامل انكاجمون من جوي. الاخر انا عامل انكاجمون معناتها مسجل ونجي معناتها بدافع الانكاجمون في بالك اول عام خلص انا انكاجمون. حاولتوش الاتصال برئيس الرابطه محمود؟ سيد رئيس الرابطه اتصلنا به وتقابلوا البارح لحد 11 رئيس وداديه رؤساء الانديه نتاعنا سي ابراهيم الجمني وتقابل مع السيد رئيس الرابطه سي ابراهيم الجمني نتاع تونس وقال له راهو بالنسبه لي هو معناتها رافض القرار وقال انا مازال ما وصلني شيء. وقلنا له نفس الاجابه هكا عندك القناه التاسعه شوفها وكل واحد فهمتني. قال انا راني كي باش نحضر معكم في الاجتماع بجوزي معناتها افيك دي بروف اللي الشيء هذا معناتها ما يلزمش. اذا كان انت اسمعني اذا كان انت ملزوم بوقت ولا محدد بالوقت الرابطه تعرف كيفاش تفصل. انا نعطيك مثال اقتراح بسيط اربع ماتشوات راهم كي تلعبوا احد اربع احد هذوما ثلاثه ماتشوات معناتها يقعد لك اربع اخر معناتها من احد الاربع دي جور توفى البطوله حكايه فارغه والاجدر يطلع. واضح يعطيك الصحة شكرا لك محمود ان شاء الله تلقى حل في القريب العاجل. شكرا محمود الوداني امين ميل وتدية رؤساء أندية الرابطة الجوية وكذلك رئيس نادي اتحاد السجومي. مازال مكملين بعد شوية في فير بلاي نحكيو تايكواندو.